احنا ما في عندنا اي مداخلات في البرنامج، تسمحون؟ اذا تسمحون راح ناخذ الاتصال. تسمحون؟ اذا ما تبون ترى عادي، لكم كامل الحق، هذه حلقتكم. اتكلم عن نفسي، انا ما عندي اي مشكله مع اي شخص، مستعد اسمع الكل واواجه الكل وما عندي اي مشكله. علي؟ ما عندي اي مشكله. اتصلوا في صمود، خلوها تطلع معنا على الهواء. خلينا نشوف شنو اللي راح يصير، بما ان صمود قررت في اخر 10 دقائق من البرنامج بان هي تقول كل اللي عندها من كلام. انا اسف صمود، ما راح نخضع لسالفه ان نرد نستضيفك مره ثانيه في البرنامج، لان في عندنا التزامات مع فنانين تم الترتيب والتنسيق معهم من قبل رمضان ولهم كامل الحق في الظهور على الهواء. كانت عندك فرصتك قبل كم يوم مع الفنان يعقوب عبد الله وقلتي اللي عندك بكل راحه، ولكن سالفه ان ترد تعاد المقابله مره ثانيه هذا شيء بعيد تمام البعد ولا نقدر عليه. لكن صمود صبحت الله بالخير. صبحكم الله بالنور. هلا يا صمود، ايش سويتي باخر الحلقه والكلام اللي قاعده تقولينه؟ اوكي، اول شيء احب اقول حق علي كاكولي وعبد الله طراروه مبارك عليكم باقي الشهر. انا ما هاجمت احد، بس ابي اوضح نقطه. انا لما تكلمت عن ذاكره من ورق تكلمت عن شوق، شخصيه شوق والهدف منها مشاعر، هذا شيء. الشيء الثاني، لما علي كاكولي قال المخرج ما قصر معاي والمخرج هذا معاك انت، هذا انت لك الحريه انك انت تقول كذي. وعبد الله طرار ولما يقول ما ندخل امور شخصيه، انا ما دخلت امور شخصيه. لما صار في خلاف بيني وبين علي لما نعرض العمل اكتشفت ان الحدث مشاهد، المفروض ان انت وتقول الحق. لان يوم جيت انا المكتب عامر الصباح انا وعبد الله السيف وانت يا طرار ويا كاكولي كنتوا موجودين، وانت متى كنت موجود؟ سؤال صمود، برا عند مواقف السيارات صحيح، بس هذا هذا الموضوع شنو هذا له علاقه في قص المشاهد هذا له علاقه بالمشاهد. هذا اللي ادى الى قص المشاهد وقت العرض، لان هذا الموقف والحدث صار في قبل ينعرض المسلسل قبل رمضان. احنا صمود احنا شكو صح، انت شكو، بس انا قصدي اقول شيء. هو قال لك علي نجم قال لك صمود قالت هالكلام، ايش معناته انك انت قاعد تكذب صمود؟ كانت تقول والله انا ما اكذب احد، انا اشوف قول انه صح انت قارب نص كله، انت ما شفت انه في مشاهد لشوق انحسبت؟ لا لا لا، او انك تقول انا مالي شغل. وعبد الله طرار ولما يقول انا مثلت الشخصيه نفس ما هي مكتوبه، شخصيتك يا طرار وكانت انك انت تبي حق امك تبي؟ لا لا، ولا تغيرت؟ أنا ما قلت مثلتها مثل ما هي مكتوبه، عفوا، انا قلت ان انا الوحيد يمكن اللي كملت كل مشاهدي وصورتها كلها الورق، وقلت على الورق. اعتقد علي نجم هو ثالث السؤال. رد علي نجم، خليني اقول لك شغله. علي العلي دائما في كل اعماله اللي يسويها، يمكن انت اشتغلتي معاه اكثر مني، انا يمكن انا اشتغلت معاه ثلاث اعمال، لو باقي ليل او توالي الليل، وحاليا ذاكره من ورق. علي العلي ما يعتمد على النص اللي مكتوب، دائما يكتب الورقه ويكتب ويشخط، وانت تدرين صح ولا لا؟ صمود تسمح لي اسالك سؤال؟ ما في مشاهد انحذفت حق الفنانين؟ في مشاهد انحذفت صح. زين ليش انحذفت صمود؟ قصدك تصورت وانحذفت يعني؟ أنا مشاهدي أول مشهد لي تصورتها والحدث. إنزين كاكولي، والمشاهد أنا بقول لك كلمة. صمود، والمشاهد اللي ما تصورت؟ المشاهد اللي ما تصورت مشاهدكم، بس أنا مشاهدي تصورت كلها وفي جزء منها انحدث. صدقيني تبيني أطلع النص وأحطه بالإنستغرام؟ في جزء منه انحدث، هذا الشيء، الجزء اللي منه انحدث إحنا مسؤولين عنه؟ لا. سؤال، أنا ما قاعد أقول أنتم مسؤولين. ليش تقولين؟ لا عبد الله شوي، ليش تقولين إحنا كذابين؟ أنا أقول لك ليش. لما عبد الله الطراروة سؤال عبد الله الطراروة، لحظة بقول لك شغلة. أيه. لأن أنتم ما قاعد تقولون كلام صح، لسبب علي نجم لما سألك وقال لك صمود قالت، أنا فعلا قلت إن أنت ما تحب تدخل روحك في معمعة، وما غلط عليك، قلت ما تحب تدخل روحك في معمعة ولازم أدخل نفسي بالسالفة. لا لا، ما يصير يعني أسوي نفسك كذي، أدش مكالمة بالنص وأكذب الناس يعني على بالك؟ لا لا ما تسوي انت، ما انا قلت ان انت ما تحب تدش في معمعه. إيه فهذا غلط يعني؟ انا ما غلط عليك، هذا صح، هذا شيء فيك حلو ان انت ما تدش. ليش؟ لان انت ما تضرر. بس لما يوجه سؤال في اسمي ان صمود قالت كذي كذي كذي، ترد تقول والله انا ما اكذب احد بس المخرج كان كذي، قول انا ما ادري. اشكره على شغله معاي،
صمود انتي لك حق قول. انتي لك حق في انك تجاوبين اجابتك، ولكن اعذريني صمود، انتي ما يصير تقولين لا حق علي ولا حق عبد الله شنو المفروض انهم يقولون. انتي لما كنتي عندنا في البرنامج تكلمتي عن ان عبد الله الطراروه وعلي كاكولي ومجموعه من الفنانين شهود على ان انتي انظلمتي في مسلسل ذاكره من ورق من قبل المخرج علي العلي، هذا اللي صار صحيح؟ اي انت اللي مضايقني. انا الحين مضايقني لان انا علي كاكولي يعني ما بيني وبينه شيء، ولما ذكرت قلت ان علي كاكولي ما يحب يدخل روحه في معمعه، بس لما وجهت له سؤال يعني لما مو انت لا خلني اكمل فضل. خلوني اكمل عشان توصل الفكره صح. انت يعني ناطره الاجابه اللي تبي تسمعينها اللي تحبينها. لا مو اللي انا احبها، ما صار اجابه من احد انا احبها. انا بقعد اتكلم شنو تبيني اجاوب؟ خلوني ما بيك انت براحتك انت شو تجاوب، بس انا حبيت اوضح نقطه. انا لما علي نجم انت لك الحريه انك انت ما تدخل في معمعه، هذا شيء خاص فيك وهذا شيء صح، كل واحد له شخصيته، بس هو لما وجه لك السؤال وجه لك ان صمود قالت كذي كذي كذي، انا من حقي اني انا ما اطلع كذابه، من حقي ان انا دافع عن نفسي، من حقي ان انا اقول عيل انت اقول حق علي نجم لما يسالك هالسؤال. لا احنا قلنا ان انت كذابه سؤال احنا قلنا انت كذابه سؤال احنا قلنا انت كذابه ارجوك علي لو سمحت خلني صمود احنا قلنا انت كذابه. انت قلت انا ما قال لك علي نجم انت يعني قاعد تشذب صمود. بس ممكن ارد اعيد سؤالي اللي قلته لانه موجود قدامي، ممكن ارد اعيد سؤالي؟ ايه السؤال كان صمود قالت عنك، وكان السؤال موجه حق علي، صمود قالت عنك انك ما تحب تتكلم وتدخل نفسك بمشاكل وتوقف مع احد ضد احد، هل فعلا انحذفت وايد مشاهد لصمود ومحمد المسلم ووايد غيرهم من الفنانين في المسلسل؟ رد علي كان انا مالي شغل في اي من المشاهد، انا لي شغل في نفسي وفي دوري وفي عملي، عشان كذي رديت سالته قلت له يعني انت اناني، وكانت نقطه علشان نسولف عن هذا الباب لي شخصيه علي كاكولي اكثر، وقلت له انا اشكر علي العلي لان خدم الشخصيه وقعدت انا وياه والتقيت مع علي العلي فنيا في هذا العمل، والحين انا رد اقوله هو مخرج عبقري فنيا عبقري، هو مخرج مبدع احنا ما نختلف عليه، وانت هذه لك حريه الراي انك انت ما تدخل نفسك. انزين ما دخل نفسي انزين ممكن انزين. انا ما دخل نفسي صمود شوي. لا ما يخالف لا بس اتكلم ممكن انا بس بعطيك فرصه بس اسالك سؤال غير نش انت صح انك تقولين انت كذاب يا علي؟ لا مو صح اني انا اقول انت كذاب، انت مقتنع بهالكلام هذا؟ لا بس مو صح انا حابه اقول لك وبعدين استلمي المايك على كيف تتكلمين. حابه اقول لك ترى صمود ما ينفع تقولين هالكلام وانت اكبر من كذي. صح انا ابي اقول لك اوكي خلي الحين انا تكلمت عنك قلت لك كل عام وانت بخير ويعطيك العافية، وانت بخير وانت اخو وعزيز وغالي. انا لما اي هو انت لك الحرية يا كاكولي انك انت، بس انا لما طرقت المسج حق يوسف مطيري لاني انفعلت، لان فجأة كلكم صرتوا تمدحون علي العلي من بعد ما انتوا كلكم كنتوا متضررين، انت ولا غيرك ولا غيرك ولا غيرك. أنا تضررت بشنو؟ ما نبي نفتح مواضيع برلين صمود. والمشاكل اللي صارت عقب برلين صمود. أبي أقول كلمتين قبل أفكر. يلا كلمتينك علشان شو اسمه قولي لي. أوكي عبد الله الطرار، وأعتقد أنت كنت حاضر كل صح. الأشياء اللي صح. صارت أنا صح. ما دخلت أمور شخصية، أنا حتى لما طلعت في اللقاء ما دخلت أمور شخصية، أنا قلت علي العلي حدث مشاهدي وتكلمت في أمور فنية. عفوا بس صمود. أنا أقصد شخصية بينك وبينه يعني هذا هو. لا منو قال لك انه شخصيه؟ منو قال لك انه في امور شخصيه بيني وبين علي العلي؟ لا يعني هو دخل استعل مشاكل وسوى مشاكل في برلين وسوى مشاكل بيني وبين الممثلين وبيني وبين عبد الله السيف تحديدا، وانكشف بالاخير فصار هو يطلع حرته في المشاهد. فلما طلعت في اللقاء تكلمت انا على شخصيه شوك وشخصيه نواف اللي قاعد ينحذف فيها مشاهد، اوكي؟ واعتقد الحوار صار قدامك وقدام علي كاكولي وقدام علي العلي وعبد الله السيف لما نينا التقينا قبل رمضان تحت في المكتب، ولما قال له عبد الله السيف انت قلت وسويت 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 صحيح. صحيح. صحيح صحيح اي انا بس انا ممكن انا انفعلت شوي لما قلت قاعد يسبوا لي انه قاعد احس ان انا فجأة الناس اللي انا كنت معاهم زينه وكذي قاموا حتى ما يقولون كلمه حق بحقي. لا صمود ففجأة صار لا علي العلي انه هو احنا ما نختلف انه هو مخرج جدا، بس احنا نختلف. انا لو احد انت ولا كاكولي ولا اي كان، واعتقد كاكولي لما كان ما يصور مشاهده
أنا كنت أطرش له واتساب وأطرش حق عيل علي أقول له حرام كاكولي مسكين قاعد فترة طويلة وما صور على الأقل لو تسوي شيء فيه. فأنا كنت أقول كلمة حق فيحس بخاطري لما فجأة أشوف إنه ولا حد فيكم يقول كلمة حق فيني. أنا تبررت من وراء هذا الإنسان بالمشاهدي بأدائي وهي ما بيتكلم فيها أنا بفكر الموضوع ذاك الوقت لأنه ما يهمني. صمود هل صمود معلش لا بس ثانية واحدة أنا بس بقول لك ثانية واحدة صمود. هل من المعقول بأن مشكلة بينك وبينه لازم الناس يوقفون وياك مو معاه علشان ما يطلعون كذابين؟ لا مو لازم بس ما يصير انا اطلع اتكلم في لقاء وفجاه ينذكر اسمي واطلع انا كذابه والناس تطرش لي بالواتساب ترى الناس كذبوك لان انت فجأة. ممكن اعرف من اللي طرش لك ان 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 الناس كذبوك؟ انا رقمي واتسابات من الجمهور كله مسوي لي تسجيلات حق الكلام اللي انقال ومطرش لي اياه على الواتساب كاتبي لي علي كاكولو عبد وانا سمعت جزء من اللقاء زين ونزلت لاني عشان بلحق على السحور وكذي فنزلت. انزين تعترفين بان كلمه كذابين هي عباره عن رد فعل منك صح؟ عبارة يعني ما تقصدين مني صح بس هم ارد واقول انهم ما هو حريتهم الشخصيه انا ممكن انا انفعل لاني انا صدق كنت يعني اتمنى ان في شخص يقول كلمه حق ولكن ممكن طلعت رده فعل كذي مني وترى مو شجاعه الواحد يقول انا غلط ممكن تمام. انا طلعت مني هالكلمه غلط تمام. بس مو معناته انهم قالوا ان يعني الكلام اللي قالوه في علي معناته الكلمه اللي قالت في حق علي انه هو انسان مبدع بس هو انسان مو سوي هذه اذا هم ما يشهدون عليها انا يعني ما عندي شيء اقوله وبالنهايه اختم كلامي في انا لما يتكلم كذي عن علي انا صمود الكندري ما انجح مع عيل علي عشان عيل علي ارفع له عشان يشغلني بعمل ثاني لا انا صمود انجح مع علي وبدون علي فما ارفع له واقول كلمه الحق له على قصر قبتي ولا يهمني علي العلي ولا يهمني اي انسان بما ان علي العلي بما ان علي العلي غير موجود حاليا انا انطر بان تكون في صافيه لبن حليب يا قشطه بينك وبين عبد الله وعلي على اللي صار بالكلام اللي موجود بالواتساب هل طلعتي كل اللي بقلبك اي اوكي علي وعبد الله من بعد ما سمعتوا بأن هي ممكن تكون كلمة كذابين أو كذاذبة مثل ما هي مكتوبة بالواتساب هي عبارة عن ردة فعل عكسية وهي تقول ما فيها شيء إذا الإنسان أخطأ في الوصف لأنه كان عبارة عن ردة فعل هل هي مسموحة؟ مسموحة إيه وأنا ما بيني وبينهم شيء أنا أعزهم وهم أخواني وأعتقد إن إحنا كلينا وشربنا مع بعض واشتغلنا في عمل صح. وأنا لما أتكلم عن شخصية شوب ما أقدم في تعب هذيل الناس صحيح. كلهم لا صحيح. أنا قاعد أتكلم عن شيء عن شخصيتي أنا مو راضي عنها بس إنهم كانوا موجودين في الحدث وحاضرين أشياء خلف الكواليس أنا ما بيتكلم عنها فشافوا وأنا متضررة كثير من عيل علي صمود فعشان كذي أنا أنقهر وانفعلت يعني وكانت ردة فعل سريعة وبس شكرا صمود مشكورة وايد وما قصرتي روحي تسحري بسرعة قبل لا يأذن يلا يلا يعطيكم العافية حياك الله باي باي